مره تانية الملعب المباراه ونعيش اجواء الفرحه مع زميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. مرحب بك كابتن ايمن وضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، الف مبروك مره تانية لجمهور النادي الاهلي في كل مكان، يعني فوز كبير، فوز مستحق، يمكن مباراه الذهاب جمله من الاهداف ضيعه وكمان في مباراه العوده رغم التعادل، لكن اعتقد النهارده لو في توفيق كابتن سامي زي ما اتكلمنا قبل المباراه امبارح اعتقد كنا فزنا بسكور وكمان كنا فزنا. الحمد لله طبعا تحياتي لكابتن ايمن وضيوفه، بقول له طبعا مبروك ومبروك لجمهور النادي الاهلي، مباراه طبعا كبيره بالنسبه لنا وبالنسبه للعيبه، بشكرهم طبعا على الجهد دوت والاصرار دوت وتحمل مسؤوليات كبيره، يعني خصوصا في الاجواء اللي احنا عايشينها دي، اجواء صعبه جدا، جمهور مالي الملعب من قبل المباراه بحوالي 5 ساعات، فاعتقد ان انت تلعب تحت الضغط العصبي دوت والجمهور دوت، واعتقد برضو التحكيم في الشوط الثاني كان مختلف شويه عن الشوط الاولاني، لكن في الاول والاخر طبعا بشكر اللعيبه وببارك لجمهور النادي الاهلي، نوعدهم ان احنا نعمل ان شاء الله اقصى حاجه لينا ان شاء الله المباراه القادمه، وان شاء الله عشان نحقق بطوله غاليه بالنسبه لنا عمرها ما حصلت في تاريخ افريقيا ولا تاريخ النادي، ان شاء الله يبقى اللعيبه في الموعد دايما كده ان شاء الله. كابتن سامي اعتقد السيناريو المسبق اللي انتم حاطينه المباراه وانكم متخيلين شكل المباراه واحداثها ده ساعدكم كتير جدا، يعني رغم الهدف اللي دخل فينا بدري قوي لكن كان في سيستم ثابت، في شغل ثابت في الملعب شفناه على مدار الايام اللي فاتت، اعتقد السيناريو المسبق ده ساعدكم كتير النهارده في المباراه. يمكن هو الراجل اشتغل على كده، انت كنت معانا عايش معانا الفتره اللي فاتت دي كلها، يعني الراجل اشتغل على كل السيناريوهات اللي المتاحه في المباراه، ممكن في اول 5 دقايق يجي فينا جون، ضغط الجمهور بيدي دفعه كبيره جدا للعيبه، احنا برده بقالنا كتير جدا ما بنلعبش قدام جمهور، في لعيبه برده مش اول مره تلعب تحت جمهور كثافه جمهور كبيره كده يعني، فاللي احنا نتمسك تاني ونرجع تاني ويجينا ضربه جزاء وتتصد وبعد كده الحمد لله ننهي الشوط الاولاني برده بهدف، فاعتقد الحمد لله دي بتدل على شخصيه اللعيبه واصرارهم وتحملهم المسؤوليه، فطبعا كل الشكر ليهم، لكن مستنيين طبعا بقى تحدي اكبر بالنسبه لنا ان شاء الله المباراه القادمه ان شاء الله. كان في حوالي 45 50 الف متفرج كانوا في الملعب النهارده، لكن اعتقد كان في جمهور للنادي الاهلي بالملايين ما شكش لحظه في عدم قدرتكم على الصعود وكان كله ثقه فيكم، واعتقد انكم قدوا الثقه دي. اعتقد ان جمهور النادي الاهلي كان معانا بروح، يعني حاسين بيهم واللعيبه حاسه بيهم، عارفين النادي الاهلي ده طبعا جمهور النادي الاهلي كبير، محتاج اللي هو يفرح، محتاج اللي هو دايما يحس اللي هو رقم واحد مش في افريقيا بس في كل العالم كله، فاعتقد الحمد لله ان اللعيبه الحمد لله كانت مقدره كده ولعبت باصرار كبير جدا وثقه كبيره جدا وشخصيه كبيره جدا النهارده، فطبعا كل الشكر ليهم تاني وتالت ان هم عملوا حاجه كويسه جدا، وده الطبيعي يعني اعتقد ان ده الطبيعي وده المكان الطبيعي للنادي الاهلي. نحلم بالثالثه على التوالي وال11 ان شاء الله؟ ان شاء الله، هو ده التحدي الاكبر بالنسبه لنا، يعني نتعلم طبعا من مباراه اللي زي النهارده والمباراه الاولانيه، خصوصا المباراه الاوليه اللي احنا نحاول ان احنا نحسمها طبعا عشان تساعدنا طبعا في المباراه الثانيه، فاعتقد الحمد لله دي كلها خبرات احنا بناخدها واللعيبه بتاخدها عشان تقدر تطور نفسك ويقدروا يعملوا الاقصى حاجه ممكنه، تحدي كبير زي ما انت قلت وطموح كبير جدا لينا ولجمهورنا ولادارتنا ان احنا نحقق البطوله الثالثه على التوالي، واعتقد ان ما حصلتش في افريقيا واعتقد النادي الاهلي جدير اللي هو يحققها ان شاء الله. كابتن ودايما موافقين باذن الله. كابتن ايمن الفرحه كبيره جدا، الفوز كبير جدا، يعني برغم التعادل النهارده لكن صعود غالي جدا في وسط كل الظروف الصعبه دي، لعيبه النادي الاهلي دايما عند الميعاد ودايما محققين فرحه لجمهور النادي الاهلي، مكملين مع حضرتك ولقاءات ثانيه كتير، كلمه ليك كابتن ايمن. الاهلي دائما هو الكبير زي ما اتكلمنا قبل كده، قلنا نادي الاهلي سيد اسياد افريقيا، نادي الاهلي هو كبير القاره الافريقيه، نادي الاهلي هو الكبير وهيفضل طول عمره كبير، نادي الاهلي هو مصدر البسمة، مصدر السعادة لجماهير الكرة المصرية.